قصور الانتباه وعلاقته باضطراب النطق والكلام لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة. الباحثة شيرين محمد بدر الدين عوض، باحثة بدرجة الدكتوراه بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس. مقدمة. بمراجعة الأدبيات البحثية في مجال الإعاقة العقلية تبين معاناة الطفل المعاق إعاقة بسيطة من صعوبة في الانتباه لشكل المنبه ومكوناته، وصعوبة في عملية الإنصات، وتشتت انتباهه بسهولة، ودائما ما ينسى الأعمال المعتادة التي يقوم بها، بالإضافة لأنه بيعاني من اضطرابات في النطق والكلام، من حذف بعض المقاطع أو إبدال مقطع مكان آخر أو تحريف وتشويه المقاطع أو إضافة مقاطع أو عيوب أخرى في الكلام مثل السرعة الزائدة في الكلام أو بطء أثناء الكلام. لذلك فإن هذا البحث سعى للكشف عن العلاقة بين قصور الانتباه واضطرابات النطق والكلام لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية. مشكلة وأهداف البحث. تلخص مشكلة البحث في الإجابة على السؤال الرئيسي التالي: ما شكل وقوة العلاقة بين قصور الانتباه واضطرابات النطق والكلام لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة؟ ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية: ما شكل وقوة العلاقة بين قصور الانتباه واضطرابات النطق والكلام لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة؟ إلى أي مدى توجد فروق في قصور الانتباه لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة تبعاً لمتغير النوع ذكور إناث؟ إلى أي مدى توجد فروق في اضطرابات النطق والكلام لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة تبعاً لمتغير النوع ذكور إناث؟ هدف البحث. هدف البحث إلى تحديد العلاقة بين قصور الانتباه واضطرابات النطق والكلام لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة، وكذلك تحديد الفروق في قصور الانتباه واضطرابات النطق والكلام لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة تبعاً لمتغير الناس. فروض وحدود البحث. فروض البحث: توجد علاقة بين متوسطات درجات عينة الدراسة من الأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة على مقياسي قصور الانتباه واضطرابات النطق والكلام. توجد فروق بين متوسطات درجات الأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة من الذكور والإناث على مقياس قصور الانتباه. توجد فروق بين متوسطات درجات الأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة من الذكور والإناث على مقياس اضطرابات النطق والكلام. حدود البحث: اشتمل البحث على المحددات التالية: منهج البحث: تم استخدام المنهج الوصف الارتباطي لكشف العلاقة بين المتغيرات، والمنهج الوصف المقارن لبحث الفروق بين الذكور والإناث من المعاقين عقليًا إعاقة بسيطة. المحدد البشري: تكونت العينة من 40 من الأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة، 25 ذكورًا و15 إناث، والتي تراوحت أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات بمعامل ذكاء بين 55 ل70. المحدد المكاني: تم تطبيق البحث بمدرسة التربية الفكرية بالمحلة الكبرى محافظة الغربية. المحدد الزمني: طبقت خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018. إجراءات البحث: استند البحث إلى المنهج الوصف الارتباطي لكشف العلاقة بين المتغيرات والمنهج الوصف المقارن. تم إعداد مقياسي قصور الانتباه واضطرابات النطق والكلام والتحقق من خصائصهما السيكومترية من صدق وثبات. تم اختيار عينة الدراسة 40 من الأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة، 25 ذكور 15 إناث، والتي تراوحت أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات بمدرسة التربية الفكرية المحلة الكبرى محافظة الغربية. طبقت أدوات الدراسة خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2018-2019. تم تطبيق أداتي الدراسة على العينة المذكورة، وتم إجراء المعالجة الإحصائية للبيانات التي تم الحصول عليها بالأساليب الإحصائية التالية: معامل ارتباط بيرسون، معامل ألفا، اختبار تي تيست. واستنتاجات البحث: نتاج البحث: وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس قصور الانتباه بالأبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس اضطراب النطق والكلام عند مستوى الدلالة 1/100 ومستوى الدلالة 5/100. وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور والإناث على الدرجة الكلية لمقياس قصور الانتباه ومكونات الفرعية، حيث جاء قيم ته دالة إحصائيا عند مستوى 1/100. وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور والإناث على الدرجة الكلية لمقياس اضطراب النطق والكلام ومكوناته الفرعية، حيث جاء قيم ته دالة إحصائيا عند مستوى 1/100. ونستنتج من ذلك وجود علاقة بين قصور الانتباه واضطراب النطق والكلام، حيث إذا حدث تشتت في الانتباه يؤدي إلى اضطراب النطق والكلام. وبذلك فالانتباه بمكوناته ومداه ومدته مرتبط بالنطق والكلام عند المعاقين عقليا إعاقة بسيطة، وكذلك ارتفاع معدلات قصور الانتباه واضطرابات النطق والكلام عند الذكور أكثر من الإناث لدى الأطفال المعاقين عقليا إعاقة. لحضراتكم على حسن استماعكم.